هنكمل درس الدولة الفاطمية. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الاعمال المعز عمل ايه، ثلاثة انشأ وضم والكلام ده كله. تعال نشوف ايه اللي حصل بقى ايام الدولة الفاطمية بسرعة. الاحتفال بالاعياد، هم احتفلوا بالاعياد، احتفلوا بالاعياد الاسلامية عادي، وكمان الاعياد المسيحية. ومن الاعياد المسيحية اللي موجودة عندي هم عيدين، خلي بالك، عيد الغطاس وعيد النيروز. خلي بالك من الاكمل طبعا، وصح وغلط والاختيارات. يبقى من الاعياد المسيحيه انا معلم لك عليها عيد الغطاس وعيد النيروز. ايه عيد النيروز دوت يا مستر؟ ده اول السنه القبطيه، اول السنه القبطيه بيسموه عيد النيروز. يبقى من دي من الاعياد المسيحيه. واحتفلوا برضو بالمولد اللي هي المولد الشريف. يبقى انت كده دلوقتي احتفلوا بالاعياد المسيحيه والاعياد الاسلاميه زي المولد الشريف، ووزعوا عليه كمان الهدايا والحلوى. عارف عروسه المولد برضو هم اللي عملوها، كانت الدوله الفاطميه، وعملوا كمان الحصان بتاع المولد اللي انت بتاكله على طول ده، وظهر في ايامهم طبعا فانوس رمضان. طيب تعالى كده نبص على الصور بسرعه. عندنا عيد الغطاس، وعندنا عروسه المولد اهي، وده عيد النيروز اول السنه القبطيه. بس مش دول الدوله الفاطميه، لا دول كانوا الاول. حصان المولد طبعا معروف، فانوس رمضان. في سؤالين كده خلي بالك منهم، بما تفسر يعني ليه فتح الفاطميون لمصر؟ عشان هي كانت قريبه من المركز بتاع الخلافه، لانها كانت قريبه من المركز بتاع الخلافه، وعملوا الثروات ووجود الثروات الطبيعية. تاني السؤال ده بسرعة، ليه؟ عشان هي قريبة من مركز الخلافة اللي هو نقلها لو نفتكر منين، من بغداد، وعملوا الثروات الطبيعية. بما تفسر بناء الجامع الأزهر؟ عشان الحياة العلمية اللي موجودة والدينية، وطبعا نسبة إلى فاطمة الزهراء. كده يبقى الدرس بتاعنا خلاص، فاضل بس أوريك صورتين تلاتة. طبعا الحجاز والشام والمغرب وادي المحيط الأطلنطي اللي وصل خطته التوسعية في الدولة الفاطمية.